السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، اتفضل. كنت عايز استفسر عن حاجة يا شيخنا. اتفضل. حضرتك، أنا شغال في شغلانة 8 ساعات. ها. تمام؟ لو اشتغلت ساعات زيادة باخد إضافي. فساعات ممكن وأنا في الشغل أريح ساعتين في الشغل نفسه، في ما بين في الشغل، وأرجع أكمل الشغل بتاعي. هل الساعتين اللي ريحتهم دول يجوز ان يعني انا احسبه من ضمن الاضافي، ولا في لا حرمانيه لو انا خدته؟ لا، كيف يعني؟ هل تنام وتحسبه إضافي؟ أنت مكلف بعمل معين، قمت به أو لم تقم نمت عنه، فلما استيقظت أكملته، كيف يكون إضافي؟ تمام. ما انا بريح عشان اقدر اكمل، بس بريح في الشغل مش بروح بيتي، هل بريح في الشغل. تستطيع تخبر صاحب العمل بذلك؟ استطيع. ماشي، خلاص.